العالمي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كيف لاباس عليك؟ والله غادي نبرك عواشتك. كاميرا خفيه. هذا صارخ العالم. صاري. انا اشنو بالي اشنو عجبني فيه انت؟ انا قلت زعما هذا نديرو قفطان بياسه وحده غادي غنبطنو ناخذ شي لوين من هاد اللوينات، مثلا ندير الفير ولا ندير هذاك التيركوا الفير تيركوا ولا ندير البوردو ولا ندير بلون كاسي. كيف بالي واحد القفطان اللي غادي يجي مخير واصلا فيه الطول فيه 4 متر. ايه صراحه يجي غزال. غادي نديرو صاصك شيطه. هي شنو ديرتي؟ لا ماشي مشكل خويا بشي، انت وصل الفكره يعني كقفطان. انا قفطان غنشد هذا القفطان هذا. اشرح الكليان ديالي. واخا انا غنشد القفطان هذا وغندير لي قميص تحت منه، يعني على حسب الذوق ديالي دابا في نفس الوقت انا بنيت على عروسه. انا غندير هذا سيدي قفطان ياك، وغنشد مثلا الارجونتي ولا غنشد بلونكاسيون نبطنو به هنايا. ايوا انت باش تبطنو، ولكن عروسه ما تقدرش دير شي لون مثلا غير مثلا التركوا ولا شي حاجه. الناس يفهموا انا ما عنديش ولا الغوز مثلا عروسه شكل. لو ما كان كيجيو انا كيف كنقولوا كنهضر على الضوء. اما بالنسبه للبياسه كيف قلت يا اخو العالم يمشي مع البوردو يمشي مع الفيغ هذا الفير اوليف يمشي مع الضوء يمشي مع المسكي ياك. ولكن بالنسبه انا كنقول عروسه انا غنمشي مثلا الباج ولا بلون كانسي لون الارض. علاش؟ باش يفسحها. نقدر نفكر زعما المغلوق هذا اللون غادي يغلقه، البوردو هو كذلك غادي يغلقه، وفي نفس الوقت ياخذ شي لوين بك اللوينات غادي يهرس لي هذا. هذاك الشيء علاش كنهضر غير على قفطان. عاد غنرجع لك هذاك الشيء طلع على شنو غادي دير بها. بس اذا عندها مثلا شي مسحاقه يعني الغاز دخل في اللون نصحب هذا الالوان اللي كيقول انت هذا. اييه اذا عندها مثلا بحال هذا نصحب هذا اللون اللي كيقول انت هذا. هذا فيه بزاف الالوان هذيك عاوتاني هذا موضوع اخر عاوتاني تا هو نضربوا في اخر العالمي ماشي مشكل. الراي ديالي انا ندير لي البلون كاسي تحت منه ولا البيض نديرو كتبطين غادي يجي غزال بحال كيبقى اللون في اللون. هذا الشيء ما كيعنيش بان ملوينات اخرى ما يمشيش مع ذوك اللوينات اخرى تما كذلك يمشيو معاه، ولكن انا اقول بحال مثلا هذا اقتراح ديالي دابا في هذه اللحظه. انا هذا دابا انت قلت عليه عروسه انا سيدي انا غير معروضه يلاه انا معروضه شنو نقدر ندير هنا مثلا عندي هذا اللون هذا مثلا تشوف هذه اللوينات وداخل في هذا التركوا وهذا الغوز وهذا الكرونه انا غير معروضه انا ماشي عروسه انا باش ندير البياض مثلا باش نقدر نسحب احسن لون يقدر يخرج هنا ما هذا اللون كاسيوم غير اش من لون انا غير عروضه انا غير معروضه مثلا بلون كاسي كما قلت يمشي للعروسه انا ماش انا نقدر عشان دابا حتى السن اخو العالمي بالنسبه للسن راه عنده دور مهم راه كبيره مثلا في راسك دابا راه غتمشي لها انا الباج باش ولا كانت شي وحده غليظه نقدر نمشي معها حتى للزيت هذا الفارولي هذا باش ما يبانش الفورما ديالها اي باش كيخبي هذاك الغول ديالها والعكس عاوتاني الا كان الدري صغيره نقدر نقول لك علاش ما ديرش مثلا غوزان ديال فيشيا نقدر نقول لك مثلا الدريه هذه دريه صغيره نقدر مثلا شي وحده مثلا 40 30 كذا نمشي حتى لهذا لو سيركوا انت سمع بالنسبه للسي شاب هذه كما كنقولوا عطاكم كما التجربه ديال 40 سنه يعني اليوم اللي كنصحكم بهم كما كنقولوا تجربه ماشي غير سمع ولا تجربه يعني اليوم اللي غديروه غيخرج لكم يعني شي حاجه كنت دستي العالم هي ماليش قواتها في المدرسه هذه ما تلقاش مقاصه بالله كما كنقولوا صعيبه هذا المولد تشوف يعني كيبيع لك كما كنقولوا وباغي غير يفك هو كيعطيكم نصائح واخا ما تخرجش من عنده تما كتشوف يعني حنا درنا هذا بحال هكا غنبينوا الناس الوناس اللي يقدروا يخرجوا ويستافدوا معنا في هذا بالنسبه خويا شايب هذا بالنسبه للقفطان واش يقدر يجيب المضمار والحزام بلا حزام كيفاش يقدر يجيب؟ اييه حتى بغينا المضمار بالنسبه عاوتاني نرجعوا ثاني كذاك الفورما بالنسبه لك كانت شي وحده غليظه واخا دير شي مضمار عريضه حيت كيف كنقولوا خا العالم كاين الارضيه فين تحط. بالنسبه لك كتكون شي دريه ضعيفه يعني بحال انا راه خاصها غير مضمار اللي هي صغيره وتقدر ديرها عاوتاني راه اللوان كذلك راه صاب المضمار غادي نربطها نقدر نقول لك مثلا كانت عروسه تقدر دير المسكي وبغات تدخل كذلك الارجونتي ولكن دير غير واحد المضمار رقيق على فيه شي 3 سنتيم ولا شي تقدر دير في الارجونتي باقي كنهضر على عروسه ودريه صغيره تقدر دير مضمار غير في ساته حرير مثلا في تقدر مثلا دير الفاغ تقدر دير مثلا الكارسي الذهبي الا عندها الذهب ولا نقره يمشي لها مع هذا هادو بالنسبه للاول بلا كانت شي وحده غليظه واخا دير مضمه بالعكس باش ما نطولش وتكون كيف كيقولوا جمله مفيده الغليظه واخا دارت مضمه عريضه بالنسبه للضعيفه كتبقى مضمه رقيقه مفروضه عليها مراه غليظه دير واخا ديرها عريضه ما كيبقاش مشكل يعني ما غاديش داك الاصدار ديالها حيت هي مراه وافيه فيها مراه ونص كاين دوك العيالات كتبقى فيها 4 العيالات اللي كتكون ضعيفه كدير مضمه كتولي كتبان كبيره على بحال اللي داير السرجع العام يعني خصها دير مضمه يعني 3 سنتيم ولا 4 سنتيم بارك ورا هذا هو العبار ديالها يعني نقدر ديرها من الدابله عندها ولا نقرا ولا كاع تصيبو تشوف ديالها نسات تحرير دير مثلا ديرها كاع في السامبل بحال هكا ودخل فيها لون من هادو من هاد اللوينات اللي عجبها تصيبو يعني هذا اللون يعني انا كما كنقول نزيدكم واحد تخدمي مثلا هذا خدينا هذا اللون هذا خدمناه بالبلون كاسي بغيت ندخل مضمه فيها غير مضمه بوحده ندخل فيها مثلا هذا الغوز او الخضر الحرير باش كتخدم راه هو اللي كيدخل هنا مثلا خدمناها بغير الخضر بوحده ولا بالغوز بوحده هذا الغوز هو اللي نقدروا ندخلوه في المضمه راه يجي زوين ما غاديش تهز اللون كله وندخلهم في المضمه غادي تجيب شارجي غادي تدخل شارجي ما غاديش تبان غادي تجيب بحال هنا بحال المضمه ما غاديش تبان هنا ديروا لون واحد يجيك زوين هذه المعلومات استاذ سي بشعيب
مع الخبير الخياط العالمي المتواضع كيس خلف فمسي من العالمي عطوس وخطير العالمي ضروري ضروري هذا بينا هو كل شيء فهمنا دوز اخويا مشي هذا مالتك شيطان انا عاونتك في الخطه غير عاوني في التكشيط عاونك اخويا العالمي نخيطوا احنا مالنا بغيت لك سامع حتى نخيطوا غير كيف كنقولوا انا تبع شرح هذا الناس الحمراء هذا اخويا مشي كما نقول لكم دوز هذا غنديروا مثلا تكشيط سي مشي قال لكم تقدروا ديروا دوبلور انا نعطيكم عاوتاني هذا مثلا تكشيطه دار مثلا ندير له التحتاني ديالو كما كنشرحوا دائما اما غادي نستعمل بوصه ولا تغلط صح حتى هذا مثلا هذه فيها شويه الحجر هي كنصيحه مثلا فيها هذه شويه الحجر بحال هكا متروزه انا نفضل ديروها غير ساسان دوسوا يعني خفيف يعني هذا تخدمه بالعماره نص زيري كما كنقولوا ماشي تزيري كامل نص زيري طفيره واحده رقيقه والسقال اللي كيبقى الاختيار ديالكم اما تخدموا اللون في اللون مثلا بعد اللون ديالها بهذا الاحمر بحال هكا ولا خدموها مثلا بالسقال اللي بعد الصفر اللي خرج ولا تقدر ديرها كارتي يعني الصفر كما كنقولوا بحال داز وقته شويه مكشوف ما عرفش كيبان لكم اللون يعني كما كنقولوا الصفر داز وقت شويه الكارتي هو اللي خدام دابا اكثر وما كيموش اصلا كارتي كنقصد به يعني اللي ما عارفش الخياطه او يلا باغي يبدا يخيط ودير الصالي طالع دابا الكارتي هو صفر وبيض يعني كتخلطوا بجوج مزيج ما بين الاثنين اييه هو في هذا اللون هذا البيض كما كتشوفوا في الحجر والصفر هو في الصقلي خلصنا بجوج على حسابي ان شاء الله راه غادي يجي مزيان وطال لكم تكشيطه غزاله ودابا نوريو لكم الخياطه حيت خيطناها في المحل ديالنا شي اضافه سي بشاي بلا تكشيطه انت اللي كيف كنقولوا كخياط ديال 20 عام و 30 عام اذا في نظرك انت اللي بغات ديروا مولا سو 3 بيس اي 3 بيس هذه معلومه صراحه هذه حتى هي مزيانه 3 بيس خايب شي كما قلت لك تقدر دير مثلا حنا درنا الدوبلور ديالو يعني القفطان اللي غادي يكون معاه نقدر نديرو مثلا في الخضر ونقدر ندير مثلا نقدر نزيد هذا اللون كاسي في اللون ديال الحجر او نمشي اللون ديال الصقلي هذا الذهبي اللي فيه حتى هو راه يمشي بحال يقول كما كنقولوا باج اللون ديالو ذهبي يمشي زوين وديري واحد دوبلور والاخر ديريه قفطان يعني دوبلور يلصق فيه مثلا نفضل انا ديري دوبلور في هذا الذهبي واللون الثالث غديري اما الباج ولا الخزي تقدر ديري فخا ما كنفضلش ليك الخزي ديري مثلا هذا اللون كاسي اللون ديال الحجر زائد الذهبي هادو يجيو احسن خاصه اي خاصه اللون كاسي مع الذهبي مع هذا اللون ديال دم الغزال انا غادي يعطيو مزيان هاد الخزي ربما غادي يغلق شويه انا كنهضر على هاد اللون ملي يكون عندك شي طاف شي لون واحد اخر عاوتاني نتايا نعطيو كما كنقولوا الحل المناسب اللي غادي يمشي معاك هادي كاتك شيط والمضمه كما هضرنا عليها القفطان في الاول كيبقى على هادي كما قال لهم سيف شاهد المراه غلا دار مشي مضمه ديال عريضه شويه مشي من 5 حتى 6 سنتيم ودريه رقيقه وضعيفه عاوتاني راه مشي من 3 4 جوج سنتيم كاع كنبغي مضمه رقيقه وكاين اللي كدير غير كما كنقولوا المجدوره تطور دابا رجع حتى هو زوين كيجي في التكشيط غزال حتى هو اييه وبالنسبه للعبر ديالو خا العالي شحال في هذا؟ العبر خويا مشي بهذا هذا راه فيه 4 متر يعني البار ديالو وافي تقدر دير التكشيطه اللي بغيتي يعني يجي ايفازي ايفازي يعني دير تحت في الجناب هي اللي رجعت دابا خويا مشي دابا بزاف ديال الخياطه ما كيهضروش عليها او واقيلا ما كيهضروش على هذا الشيء كاع قد عليها ما يقدش عليها ما يقدش عليها ما يقدش عليها بلا ما تضرب عاوتاني يا خويا مشي في الساحل في الصاله المخزنيه راه هي اللي رجعت دابا غبرات شحال مده وكنا خيطنا يعني فيها تعيينه وغبرات ولكن دابا راه رجعت يعني الخياطه المخزنيه الفتاحي اختي حتى لهنا راه كتوصل حتى لهنا كتهضر على الفوقاني التحتاني كيبقى الفتحه ديالو غير صغيره فيها 40 سنتيم او 35 ولكن هذا راه كيبقى اختي الفتحه حتى لهنا راه كيجي فيها 70 ولا اكثر ديال الفتحه على حساب السيده الصراحه كتجي في الصاله ديالها غزاله وكتجي زوينه ملي كتمشى راه كتحال هكا الفتحه لانه كيبان لك القفطان التحتاني كيبان العماره ديالو ويبان فيه هنا الصاله كيجي الديكور ديالها غزال وكتفكرك في غادي نرجع لكم الزمن الجميل ديال الخياطه وديال كل شيء وديال الثوب وديال القمه ديال الخياطه سي بشي وكان عندها كما كنقولوا ماشي بحال دابا بزاف ديال الناس تعرضت للاستغلال العالمي تعرضت للاستغلال باش نقول لك لك انا شي حاجه نعرفو التحريفي كتعرفو تعرضت للاستغلال ولا هو اللي هو خياط وفنان ومبدع كيجي واحد اخر مول شكاره كيدي لي ديالو من الاخر فهمتي ولا ما تخليني نحقد عليه هذاك الخياط اللي غادي نحقد عليك ولا ديك مولاتي الخياطه وديك اللي دايره فيها السيليس وقالت لك انا قريت انا وقريت انا راه ما قريتي والو ديري اطونسيون وردي بالك انتبهي مزيان عندك تقلب هاد الزواقه هادي فعوض فاش غادي تجي واقفه معاك حتى عندك ديرها مقلوبه بحال شي واحد كيدير شي نمر وكيدير ليه الفوق ولا الشجره كيدير لها الجدر ديالها الفوق والراس ديالها لتحت هو اللي كاين في هاد الزواقة عاد كيما تقلبي اختي هاد راه كتجي واقفة بحال هكذا انتبهي عليها ها هي هي كتجي بحال هكا وكيجي راس بحال هكا كتكوني بحال اللي قالبها فهمتي عندك تقلبي هادو خويا مشاي كنلعب عندك تقلبي شوف فكرت لي مشاي هادو الاخر مشيت كنشوف عيالات لابسين اما جلابة ولا تكشيطة ولا قفطان اشنو كتلقى السفيفة خويا مشاي راه عندها سفيفة كتلقى زواقة مثلا خاصها فاش تطلع بالسفيه مثلا بدينا السفيه كنطلعوا بها فاش كنصوم الكود راه خاصها تقلب في الكود كيديرهم كاين اللي ما كيقلبهاش كاع
بالنسبه للدري مثلا اللي كيخيط ما ربما يكون هو كما كنقولوا ماشي حريف 100%. لا كتعرف شي كتحو بجويعات هذيك مولات الشكاره فهمتي ما كعقلش عليها. كتجي مولات الشكاره تيما ولا مول الشكاره ما عارف والو حتى هو ما كيدي ما كيجي. المراه غاده بالسيفه مثلا هنا طالعه واقفه وهنا راه نعسه وغاده باويه مسكينه مثلا اللي لابسه ما عرفتش ما عرفتش انا عاذري تقدر تحضر بها شي مناسبات اللي هما مزيانه وجلس مع ناس كما كنقول لك كيفهموا في الخياطه وكما كنقولوا لابس واحد الحاجه اللي ما شفناهاش. هادشي اللي كان سي مشاو ولا عندك ما تضيف؟ لا عندنا ما نضيفوا بزاف كيف كنقولوا الا بغاوهم نضيفوا راه تما تخليونا نضيفوا الا بغيتوا نضيفوا يعني عندنا ما يضاف وعندنا ما يدار وعندنا ما يتقال. اليوم غنبقاو مشادين معكم هذا العام كامل باش ما بغيتوا يعني مرحبا على الراس والعين. بالنسبه رجعوا اخويا التوب ديال هذا العالم راه سيت هندسوا العبار ديالو فيه يعني 4 متر بالنسبه للثمن ديالو داير لي برومو 1200 درهم كدار قفيطه كيف قلنا اللي ورتكم انا وكدار تكاشطه كيف قال الاخ العالمي واللي بغى يجي عندنا كيف حي الحسن شارع افغانستان برانس الدار البيضاء حدا كازابلانكا. بون جورني بون سوار بون وي بون كوراج بون فواياج اللي بغيت تجي عندنا مرحبا نسافر ان شاء الله مرحبا ثمن 1200 درهم.